كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أنه تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، ووجد فيه بحسب تعبيره تضامنا كاملا مع لبنان وسعيا كبيرا لوقف إطلاق النار. وأكد ميقاتي لبلينكين استعداد الحكومة لنشر الجيش اللبناني في الجنوب. في جلسة اليوم اتخذنا القرار الآتي: الطلب من وزارة الخارجية والمغتربين تقديم طلب إلى مجلس الأمن الدولي ندعوه فيه إلى اتخاذ قرار بوقف التام والفوري لإطلاق النار، مع التشديد على التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة، لا سيما في شقه المتعلق بنشر الجيش في جنوب لبنان وتعزيز حضوره على الحدود اللبنانية، بما من شأنه أن يضمن حسن تنفيذ هذا القرار. وصف المبعوث الأمريكي للبنان أموس هوكشتين الهجوم الإسرائيلي الأخير وسط بيروت بالمدمر والمحزن وغير المقبول على الإطلاق، نافيا إعطاء بلاده لأي ضوء أخضر لأي عمليات عسكرية في لبنان، وجدد التزام بلاده بتعزيز الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني الذي يجب نشره في الجنوب. يحدثني الآن الناشط السياسي هادي مراد من العاصمة اللبنانية بيروت. سيد هادي، تحية طيبة، أهلا بكم دائما على شاشة الحدث. للمرة الثانية رئيس الحكومة لتصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي يتحدث عن استعداد الدولة لإرسال الجيش اللبناني إلى الجنوب. ما الذي يمنع لبنان حاليا من إرسال جيشه إلى الجنوب وتطبيق الكامل ل 1701 بحذافيره؟ صباح الخير أستاذ العزيز. في الحقيقة يعني اليوم ما زلنا نسمع ونرى شعارات يطلقها رئيس حكومة لبنان مع الرئيس بري حول تطبيق القرار 1701، وكأنهم ليسوا أو ليسا المسؤولان الوحيدين عن هذا التطبيق. في المقابل نرى اليوم في خطاب المتحدث أو يعني مسؤول جهة الإعلام في حزب الله يعني يتكلم بطريقة وبخطاب مغاير جدا لخطاب رئيس حكومة لبنان والرئيس نبيه بري. فإذا اليوم علينا أن نعرف من هو الآمر الناهي في هذه الدولة، من الممسك بزمام هذه الدولة؟ هل هي الحكومة التي توعد المجتمع الدولي بأنها سوف ترسل الجيش اللبناني إلى الحدود، أم مسؤول جهة الإعلام في حزب الله الذي يقول أنه يريد أن يصعد أكثر وأكثر وأنه باق وأن بعد بكير كثير، وكأنه لم يرى ماذا حدث في لبنان في غضون أكثر من 15 يوم؟ هذا التهجير، هذا الدمار الحاصل، وكأنه في مرحلة قال أنه ستعاد هذه البيوت وستعود الضاحية لأجمل ما كانت عليه. يعني اسمح لنا يعني هذا المسؤول هو أنه يعاني للأسف من نوع من الذهان أو الهلوسات حقيقة، وأنا لا أتحدث عاطفيا، أتحدث واقعيا. يعني أنا من شيعة بعلبك وأعرف ماذا حصل الآن في بعلبك وفي البقاع اللبناني، الأبنية على الأرض، المباني على الأرض، الخسائر فادحة جدا بالمليارات. على من يعتمد هذا محمد عفيف لحتى لكي يعمر يعني في, من في, في حرب بعد حرب 2006 كان هناك الكثير من المال، كان هناك إعطاء إيجار سنة كاملة أو أكثر، وأيضا توفير منزل جديد أو شقة بدل الشقة التي تم استهدافها. كان للأسف يعني في 2006 كان ما كان وحصل كل ما كان، وقال السيد حسن في وقتها لو كنت أعلم. اليوم هم يعلمون ماذا حدث ويعلمون الشرخ الذي أحدثوه بين لبنان وبين شيعة لبنان والعالم العربي والدول العربية. على من تقرع مزاميرك يا داود؟ نقول لهذا المسؤول الإعلامي، هل إيران التي تركت الحزب في منتصف الطريق سوف تعول على إيران أنت اليوم لكي تعمر لك ما خرب وتدمر في لبنان؟ هناك نوع من يعني التجاهل، الدينايل الذي إنكار اليوم. الإنكار، نعم، هناك إنكار حقيقي يعيشه المسؤولون والإعلاميون في الحزب. إعلاميو الممانعة اليوم يصدحون ليل نهار بأن الانتصار على الأبواب، وكأننا نحن اليوم نعيش حقيقة في سويسرا. ما الذي تعنيه سيد هادي بالتخلي الإيراني؟ هل هناك تخوف من أن تعقد إيران صفقة على حساب أذرعها في المنطقة، ولا سيما حزب الله الذي خسر كل قياداته في الصف الأول والثاني والثالث
وأيضا خسر ما خسر من آلاف المقاتلين والمسلحين والقياديين بهجمات البيجر واللاسلكي. إيران في الحقيقة لا يهمها أي شيء في لبنان ولا في العراق ولا في سوريا، تهمها اليوم المصالح الخاصة التي تعنيها داخليا في بلدها. كل غير ذلك هو بالنسبة لها، لا طريق القدس يهمها ولا طريق بيروت ولا لبنان. لذلك أنا أعتقد أن هذا التخلي الذي قامت به إيران هو لمصلحتها الشخصية، والآن تريد أن تخرج بأقل خسائر ممكنة لكي تستطيع أن تعوض ذلك من خلال المباحثات في الاتفاق النووي، الذي أعتقد أنه لن يجدي نفعا من بعد اليوم في ظل التصعيد الحاصل بين الإسرائيلي والإيراني. اليوم الإيراني هو خائف من أي ضربة ممكن أن توجه على المفاعل النووية أو على المراكز العسكرية. إذا الإيراني منشغل بذاته ويطلق أوهام ويطلق خطابات واهية ويوعد اللبنانيين، ويأتي وزير خارجيتها إلى لبنان وكأنه الوصي على الشيعة في لبنان. وهذا هو الخطيئة الذي إذا ما قبل الرئيس بري وميقاتي في المضي بما يقوله وزير خارجية، يكون للأسف يقومان بخطيئة كبرى بحق الشعب اللبناني وبحق اللبنانيين وبحق الشيعة في لبنان. هل هناك تخوف من ارتداد ضعف إيران وحزب الله نحو الداخل اللبناني، خاصة بعد الوقوف عندما جاء بالمؤتمر الصحفي من الضاحية اليوم بأن التغييرات السياسية في لبنان غير في وقتها في هذا التوقيت؟ بطبيعة الحال هذا الحديث العاطفي قد عودنا عليه حزب الله في كل المعارك التي خاضها سابقا. هو يلمح الآن بأننا إذا لم ننتصر على العدو الإسرائيلي سوف ننتصر ربما في الداخل، يريد التعويض عن بدل الاعتداء على العدو الإسرائيلي وأن يقوم بإشتباه. ولكن حزب الله متهم بخطف الدولة وأنه الحكومة بيده والجيش بيده والقضاء بيده والمؤسسات إن كان الرئاسة يتم تعطيلها والحكومة والوزراء بيده، ما الذي يريد أن يحصله أكثر مما لديه بالفعل في لبنان؟ هو يعلم علم اليقين بأن ما حدث بعد حرب أيلول هو ليس كما قبل أيلول. لم ينتهي حزب الله، نقولها بكل واقعية، إنما الدور الذي كان يلعبه في السطو المسلح على الدولة وعلى قرار الدولة وعلى أبناء الدولة لم يعد كما قبل. الآن الحزب مطلوب منه أن يعيد حساباته العامة في لبنان لكي يعرف كيف يعيد أبناء الشيعة إلى الوطن، إلى الدولة اللبنانية، إلى العرب. كفى مشاكل وكفى استهتار حتى بأرواح الناس. مش المنطق أنه اليوم المسؤول علاقات الاتصال أن يتحدث في منتصف الطريق في الضاحية الجنوبية وهو يعرف أن العدو الإسرائيلي يشن هجماته بطريقة عشوائية وبطريقة وحشية على المدنيين، فكيف إذا كان هناك مسؤول في وسائل الإعلام والتواصل؟ لذلك علينا اليوم أن نتحدث بخطاب موضوعي وواقعي وليس عاطفي لكي نرى كيف أن نعيد حزب الله إلى الدولة وأن يسلم بقرار الدولة في السلم. تماما في هذا المنظور، أيهما أجدى أستاذ هادي فيما يتعلق باللبنانيين المواطنين اللبنانيين ولا سيما أيضا البيئة الحاضنة لحزب الله؟ هل أجدى وجود مؤسسات في لبنان، لبنان قوي ذي سيادة وأيضا يحمي جميع المواطنين، أم أنه بيئة لديها الحزب القوي والتسليح والتي تريد تحصيل كل ما يحلو لها؟ قال الشهيد الرئيس رفيق الحريري مرة: ما حدا أكبر من بلده. واليوم الطائفة الشيعية ترى بالعين المجردة ما حصل عند استشهاد أو اغتيال هذا القائد الذي كان يعنيها، بأن بعد اغتياله الآن لم يعد الزعيم هو الذي يجلب الحق للمواطن، لأنه نحن عودونا في لبنان زعماء الطوائف بأن الدولة بطبيعة الحال من يتذاكى على الدولة هو الذكي وهو الذي يحصل حقوقه. وبالأسف الحزب قد بنى العديد من المؤسسات التي نرى اليوم أن هذه المؤسسات لا يمكن أن تغطي حاجة هذه الطائفة وهذه البيئة إذا صح التعبير. إذن يجب أن يفيقوا من هذا السبات العميق أن الدولة اللبنانية وحدها من يمكن أن تعيد لهم هذه الحقوق.